أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لو أصبت صيدا ثم إن هذا الصيد وقع في الماء ثم بحثت عنه بعد فترة فوجدته ميتا ولا أدري الماء قتله أم سهمي، فما أفعل؟ هذا سمعت الحديث فيه، يعني تبين نرد الحديث من أوله. سمعت الحديث أنه إذا كان رأسه في الماء ويحتمل أنه مات بالإصابة أو مات بالماء فإنه يترك، احتمال أنه مات بالماء يكون مشتبها. نعم.